بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم أحمد أبوكي. النهاردة نجرب مع بعض موقع شات جي بي تي، هنستخدمه إن هو يكتب سكريبتات من أنواع مختلفة، سواء للرابر داكي أو للليلي جو أو حتى للديجي سبارك. هنخليه برضو يكتب سكريبتات بايثون لحاجة زي البروكسيماك 3 أو أوبر توث وللتولز المختلفة اللي معانا، حتى الواي فاي باينابل مثلا. هنبتدي على بركة الله، هنبتدي مثلا بالرابر داكي والبرايت أباكي كده سامبل. أوكي، زي ما حضرتك شايفين بيكتب السكريبت، وبعد كده بيبدأ إن هو إيه يديلك explanation للموضوع، بيexplain every line، يعني line by line. هنا هو بيبدأ يشرحهولك. تمام، هنقوله convert. To use with Arduino Linux Arduino، ده عشان نقدر إن احنا نستخدمه مع ال USB اللي جوه. طبعا لو استخدمته بشكل مباشر وقلت له ان هو يكتب لك بيلود او حاجه زي كده، فهو يقول لك ان ده الليجال ومش هيجي معاك، يعني مش هينفذ طلبك. نجرب دلوقتي، ممكن حضرتك تاخد الكود ده مثلا وتستبدل الكوماند اللي هنا، يعني هو مثلا انا بيفتح السي ام دي. تمام، ممكن تستبدل الاوامر اللي هو كاتبها هنا في الاكزامبل اللي هو عطيهالنا. اقول له هنا رايت example script for proxmark 3 to automate NFC 1K guide tracking. زي ما حضراتكم شايفين كده، هو كتب illegal activity stop write send script for proxmark 3. هو عنده مشكلة ان هو مثلا ايه يلاقي كلمة كراك او كلمة هيك او كلمة payload في الموضوع. تمام، كتب هنا سامبل سكريبت اهوت. تمام، طبعا لو انا مش عارف ايه نوع السكريبت اللي هو كاتبه ده ممكن اسأله، يعني انا هنكتب له what kind of النوع ده من السكريبتات. البروكس مارك نفسها هي اللي بتتعامل معاه، يعني بس بيبقى كده ايه الكوماندز بتاعت البروكس مارك 3 مكتوبة ورا بعضها، وبت السكريبت ده بتديه للبروكس مارك 3 وهي بتتعامل معاه. طيب ممكن نقول له convert it to Python script to control proxmark mark 3 via serial communication. كده احنا بنطلب منه ان هو يحول السكريبت بايثون ويبعت الاوامر كوماند باي كوماند للبروكس مارك 3 عن طريق الايه السيريال. يعني هيبدأ السيريال كوميونيكيشن، وبعد كده هيبدأ يبعت ايه كوماند باي كوماند كده. هو مش هيجي نكمل، هنقول له رايت سكريبت فور اوفر توس تو اوتوميت بي ال اي سكانينج اند سنيفنج.
طبعا حتى لو في أخطاء إملائية زي هنا كده، حرف ال R عندي كان بيعلق بكلمتين، هو برضو إيه بيعرف يتفهم الموضوع. هنا هو كتب سكريبت للأوبرتوس، الأول بيست الفريكوينسي على 2402 تقريبا، وبعد كده بيست الشانل 37، تمام. بعد كده بيدخل في انفينيت لوب، بيبدأ يشوف أي بي ال اي ادفيرسمنت، تمام، ويبدأ إن هو يعمل لك إيه برنت للباكتس زي ما حضرتك شايفين، وبعد كده إيه الإكسبلينيشن بتاعها تحت أهو، هنقول له رايت سكريبت فور واي فاي فاينل لسن فور كونس اند دروبس. طبعا لو في اي غلطات في الكتابة هو بتفهم الموضوع، تمام، تعذروني لو في اي غلط في الكتابة. زين طبعا بدأ يكتب السكريبت برضه للواي فاي باينابل، طبعا ده باش سكريبت وانت تقدر ترن الباش سكريبت عادي على الواي فاي باينابل. طبعا السكريبتات دي بتحتاج ان انت تراجعها وراه، لان مش دايما هو بيكتب السكريبتات للغرض اللي حضرتك بتطلبه منه، هو كتير بيفهم منك يعني المراد بتاعك او مقصدك، كتير بيوصل له غلط. هنقول له هنا مثلا اوكي رايت سكريبت سكريبت عشان تبدأ تصنف على البروتوكول اللي هو الزيجبي، تمام، ده بروتوكول كده أو تقنية شبيهة بالبلوتوث إلى حد ما، شغالة برضو على نفس الإيه الفريكوينسي اللي هو 2.4 جيجا هرتز. برضو أنا استخدمته في الأول، كان بيكتب شيل كودز وكان بيكتب برضو ستيجرز وكلام من ده، بس أظن دلوقتي مش هيقبل حاجة زي دي. فور باور شيل امباير ان سي شارب ان بي او سي. طبعا حاول على قد ما تقدر الكلام ما يكونش فيه حاجة illegal بالنسبة له. طبعا هو دلوقتي وافق معانا اهو الحمد لله. دي كانت طريقة، يعني كانت طريقتي في استخدام الويب سايت ده، تمام، هنعمل ستوب جنريشن. طبعا لو قلت له وقتي رايت ستيجر فور كوبالت سترايك هيقوم قايل لنا ايه ستوري زي ما حضراتكم شايفين كده، اعتبرها مالهاش اي لازمة. دي كانت معانا نهاية الفيديو، تمام. طبعا كمنتريشن تيستر بلاش تقول له الكلام ايه صريح، يعني بلاش تطلب منه الحاجة بشكل صريح، زي ما حضرتك شفت فوق هنا مفيش أي حاجة من اللي احنا كتبناها كانت ديتكتد بالنسبة له إن هي ليجال أكتيفيتي، تمام،
لكن لما بتجيب يعني لما بتجيب اسم تول مشهورة زي الكوبالت سترايك او الميتا سكوير فريم ورك على سبيل المثال، على طول بيطلع يرفض ان هو ايه يساعدك في اي حاجة. تمام. برضو من شوية انا طلبت منه هنا ان هو يكتب ان هو يكتب لي سكريبت يحول ال FI ل RCE او يستغله اسكليت ال FI ل RCE اوتوميت الموضوع، فهو مرضيش. ممكن اطلبها منه دلوقتي بطريقة تانية. رايت سكريبت تو يوز environment file to create local file inclusion and go to CE او remote code execution. هنا حاولت على قد ما يعني على قد ما قدرت حاولت احدد له ان هو انا بستخدم دي في ليجال اكتيفيتي، بس هو برضو ايه رافض الموضوع. انا ممكن نقول له ايه او كده. خلاص الفيديو طول كده، نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.